أعزائي المشاهدين، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة دورة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي نظمت بهدف تعريف المنتسبين من الضباط وموظفي بمفهوم إدارة المشاريع الحكومية والخاصة. تفاصيل هذه الدورة نتابعها في هذا التقرير. تحفيزاً لرواد الأعمال والكوادر الوطنية، اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد دورة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استهدفت 20 ضابطاً من شرطة الشارقة لتحفزهم على الانطلاق وتأسيس مشروعاتهم الخاصة والاستفادة من خدمات المؤسسة التي تقدمها لأعضائها ومنتسبيها. دورة إدارة المشاريع اللي بدأت من يوم الأحد في غرفة التجارة وصناعة الشارقة، وعندنا منتسبين من ضباط شرطة الشارقة لهذه الدورة. اليوم احنا في زيارة ميدانية لكافيه أرزو، هو تطبيق أو استكمال دورة إدارة المشاريع، تطبيق عملي بشرح مفصل من إدارة رواد لإدارة خدمات المشاريع. ما قصروا، شرحوا فيها يعني المشروع من بدايته لنهايته، تعرفنا فيها من دراسة الجدوى للمخاطر اللي تعرض لها الشخص والتحديات والصعوبات في أي مشروع بتبدأ فيه. هدفت دورة إدارة المشاريع إلى تعريف المنتسبين من الضباط وموظفي دائرة الأشغال العامة بمفهوم إدارة المشاريع الحكومية والخاصة، وتدريبهم على اكتساب مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة وإعداد الوثائق كدراسة الجدوى وإدارة المخاطر ووضع الخطط التشغيلية. هم ممكن يساعدونك كيف أنك أنت ممكن تبدأ المشروع أو شو المخاطر ممكن تواجهك، وممكن يساعدونك يعني مثل ما قال الأخ كانون كانت له مساندة بشكل مادي والمعنوي، فهم ممكن أن يساعدونك كيف الفكرة اللي ممكن في بداية المشروع وممكن شو اللي تواجهك المخاطر يعني. تحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم دورات مثمرة ترفع من كفاءة منتسبيها من حيث التعامل والتكيف مع المتغيرات الاستراتيجية التي تلبي متطلبات الدولة.